على طول هذا الشريط الساحلي في محافظة المهرة يعمل مئات الصيادين في مهنة الصيد، حيث تعد مصدرا أساسيا للعديد من الأسر في كسب الرزق، ولها أيضا دور مهم في رفض الاقتصاد الوطني. على الرغم من أهمية المهنة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي تهدد استمرارها، وهو ما ينعكس تلقائيا على حياة هؤلاء الصيادين، إلى جانب غلاء أدوات العمل مثل شباك الصيد ومعدات القوارب. أيضا يشكل الوقود ونفقات العمل هاجسا إضافيا مقلقا للصيادين ويثقل كاهلهم. هناك معوقات كثيرة يعني تعيق الصيادين أو تتعب الصيادين. أولا غلاء البترول، ثانيا داخل البحر، أما البحر ففيها هناك الحوي، هذا نوع من الشباك يجرف الأسماك تملكها، ما يجعل الأسماك التي يصطاد بها الصياد ليست متوفرة زي يعني العيد والباغة والحاجات هذه ليست متوفرة. الصيادون هنا لا يتوقفون عن مناشدة الجهات المعنية، مطالبين إياها باتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه التحديات من خلال دعمهم بخفض أسعار المشتقات النفطية وأدوات العمل ومنع الجرف العشوائي، بالإضافة إلى حماية الثروة السمكية. أول حاجة نطالب بجمعية، ثاني حاجة مساعدة الصيادين، كل ما ساعة أشوف هورية فلت، هورية سقط، هورية، والإنتاج ما شاء الله خيرات واجد، الروبيان، البنجيز، الحميرة، الشروي، كل أنواع رزق، بس يعني تروح للهواء تروح، ما فيش أي ضريبة، ما فيش أي حاجة، لا يساعدوا الصياد، لا يعطوا الصياد ولا حاجة، يعني الصياد أكبر عدو لهم الصياد، والله أكبر عدو، لما يقل رزق ثاني يطلع البترول. يشكل الجرف العشوائي خطرا كبيرا على الثروة السمكية، حيث يهدد بقتل صغار الأسماك قبل وصولها إلى سن التكاثر، مما يقلل من كميات الأسماك المتاحة للصيد مستقبلا. يشكل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأدوات العمل عبئا كبيرا على الصيادين، حيث تضاعفت تكاليف رحلات الصيد بشكل كبير، مما يقلص من أرباحهم ويهدد استمرارية عملهم. ياسر محمد لقناة بلقيس المهرة.